الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزراء الأوقاف والري والمالية والزراعة. رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون. الداخلية تواصل جهودها على مستوى الجمهورية خلال أسبوع. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزراء الأوقاف والري والمالية والزراعة، وذلك لمتابعة عدد من أنشطة وزارتي الأوقاف والزراعة والموقف الخاص بتنظيم التداخل ما بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي فيما يتعلق بالأراضي والأطيان الزراعية. ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة وكذلك الوعظات وصقل قدراتهم في التواصل، كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة والتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية، وكذلك رفع كفاءة شبكة الترع وتبطينها ومشروعات محطات معالجة مياه الصرف. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، والتي تدخل ضمن خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية. ورافقه خلال الجولة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. وأكد رئيس الوزراء خلال الجولة على أن الأعمال التي يتم تنفيذها في مختلف مشروعات تطوير المناطق التاريخية تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في الحفاظ على هذه المناطق واستعادة رونقها. وشدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواقع العمل المختلفة للحفاظ على سلامة العمال والمهندسين في هذه المواقع. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إحياء القاهرة التاريخية وعودتها لرونقها، وتعتمد مخططات الإحياء العمراني على عدة محاور من بينها إعادة تأهيل المباني الأثرية. تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ مشروع قطار العين السخنة الإسكندرية العين السخنة في المسافة من حلوان وحتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ شبكة خطوط القطار الكهربائي السريع. وأكد وزير النقل على أهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو المشروع بالكامل خلال عامين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية. وصلت وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية خلال أسبوع. المزيد في سياق هذا التقرير. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمني، ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 7104 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1416 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 9613 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4322 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 93937 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 93126 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 811 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 8720 قضية تموينية متنوعة
من بينها 167 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 583 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب 78,705 جنيه، وضبط 17 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 146,232 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى 8,536 قضية تموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 1,081 طن سلع غذائية وتموينية، من بينها قرابة 327.5 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأكثر من 47 طن سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 243,290 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 37,412 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد عدد 6,198 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 494 سائقا منهم، كما تم المرور على 188 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 427 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 3 سائقين منهم، كما تم فحص 954 حافلة مدارس تبين مخالفة 238 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2629 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 81,975 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 60,692,155 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1800 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت أكثر من 13,988,145,000 جنيه مصرية، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. مشاهدينا انتهى موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.